الله أكبر. صنعنا قيمة الإنجاز وصنا شمعة مضوية وصنا التميز حاز عقايا غير مروية. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في هذا اليوم، يوم الجمعة المبارك. بعد صلاة الفجر جمعنا الحقائب خارجين من الفندق في بورصة متجهين إلى يلاوة. مرينا الطريق إلى مصانع الحلقوم المعروفة فيها، وبعدين رحنا إلى البحيرات الكبريتية منطقة العيون الحارة، واستمتع الشباب هناك هذه العيون وأيضا المناظر الطبيعية ما شاء الله زي ما تشاهدين. والآن إحنا متجهين إلى الميناء عشان بإذن الله بطريق العبارة متجهين إلى أسطنبول. أنا مبدع بعصري، أنا بوادر جهدي مبنية، أنا مبدع بعصري. التميز حاز عطايا خير مروية، صنعنا قيمة الإنجاز وصنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد الراشفي. اليوم رحنا لميني تورك، هي عبارة عن حديقة فيها معالم مصغرة لجميع الأماكن السياحية في تركيا. بعدها رحنا لأكواريوم فيه لجميع أنواع الأسماك. آخر قسم فيه هو عبارة عن محاكاة لغابات الأمازون. بعدها رحنا لأعلى برج في أوروبا اسمه برج سفير. طلعنا لقمته، أخذنا لفة لجميع الأماكن في إسطنبول عن طريق بانوراما 3D. واليوم عندنا مباراة مع فريق تركي، الفريق مرة قوي والله المستعان، الجو مرة بارد. بيتحقق ومهما كان، بأن المجد للساعي بيتحقق ومهما كان. صنعنا قيمة الإنجاز وصلنا شمعة مضوية وصنع التميز حاز عطايا مضوية. صنعنا قيمة الإنجاز وصلنا شمعة مضوية وصناع التميز حاجة. هذا الجهاز بيعطيكم معلومة بالعربي. صناع التميز، صناع التميز، صناع التميز، مواهبهم بنرعاها، نكون الضي لإخطاها، نطور نبني وننتج لأمتنا سجاياها. مواهبهم بنرعاها، نطور نبني وننتج لأمتنا سجاياها، نطور نبني وننتج لأمتنا سجاياها، نطور نبني وننتج لأمتنا سجاياها. صنعنا قيمة الإنجاز وصنا شمعة مضوية وصنا التميز حاز عطايا غير مروية. صنعنا قيمة الإنجاز وصنا شمعة مضوية وصنا التميز حاز عطايا غير مروية. صنع التميز، صنع التميز، شيء ناس ننسيه. طيب اليوم ان شاء الله حنروح شلالات صغيره، شلالات صغيره منطقه مره مشهوره وقديمه يعني. ثاني شيء ان شاء الله حنروح على مزارع النحل. مزارع النحل على حسب ما قالوا انها لها 200 سنه، دحين ما شاء الله الحفيد الثالث اللي شغال في هذه المزارع. اصيل الفن والفكره، انا مبدع بعصري، انا بوادر جهدي مبنيه، انا مبدع بعصري، انا بوادر جهدي مبنيه، انا مبدع بعصري، انا بوادر جهدي مبنيه. اليوم ذهبنا الى مسجد السلطان احمد وهو معسمى بالمسجد الازرق، ثم ذهبنا الى مسجد الذي بجواره وهو مسجد عقايا صوفيا، ثم انتقلنا الى المتحف الاسلامي الذي به عديد من الاثار الاسلاميه.
ثم ذهبنا إلى مضيق البسفور الذي كان يطل على مناظر جميلة ومعالم تلك التاريخية، وكان رحلة جميلة ومثيرة. شكرتك. الله عز وجل يقدر، الله لما يعطيك نعمة احرص قدر المستطاع أن تسخر هذه النعمة فيما يرضي الله مواهبهم بنرعاها، نكون الضيل اخطاها، نطور نبني وننتج لأمتنا سجاياها. مواهبهم بنرعاها، نكون الضيل